عادل تعال 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 يا اخي يا اخي لا لا جاب العيد فار كلاش نزل صوره وهو بوستر ولا قديم ذا وين فيه في شات الكود قاعد يصور ثم هو سالفه السلام عليكم. هلا والله شباب, حاكم اخوكم ريا اسم زيد, جيناكم مقطع جديد لعبة امونج اس الفيديو الاول. وعلى فكرة في فيديو ثاني بينزل الايام الجاية, ما راح اطول في المقدمة, بقول لكم شيئين. الشيء الاول حط لايك الان, انزل حط لايك على المقطع. الشيء الثاني راح اشرح لكم الرولات او المودات اللي استخدمناها في هذا المقطع. هي ست رولات زي ما تشوفون قدامكم, امبوستر, شرف, ماير, انجينير, وميديك, وسوابر. شرحها السريع ما ودي اطول بس عشان تفهمون الفكرة. امبوستر ما يحتاج اشرح, اذبح واجحد انك انت اللي ذبحت. الشرف يكون عنده سلاح, اذا شك بالامبوستر طلق عليه فعلا راح يموت الامبوستر, اذا طلق على كروميت عادي طلع غلطان راح يموت الشرف نفسه. الماير او العمده هذا يقدر يضغط زر الريبورت ويصوت حتى لو انه في اقصى الماب. فوق هذا وقت التصويت الصوت حقه بصوتين. الانجينير يقدر يصلح اي عطل حتى لو انه بعيد عن المكان نفسه. في شيء مره حلو انه يقدر يدخل بالفنت, فاي واحد تشوفه يدخل بالفنت مو شرط انه يكون امبوستر, ممكن يكون انجينير. الميديك بكل بساطه تعطي واحد شيلد, فاذا جاء الامبوستر يبغى يذبحك ما يقدر, انت محصن بشيلد لين يروح الشيلد هذا. السوابر هذا مره رهيب, وقت التصويت اذا كل الناس صوتوا على واحد وحس انه لا ما له دخله سوي تشينج, فيقدر يلعب فيها على كيف, يسوي تشينج ويحول التصويت لواحد ثاني. كل الاصوات اللي راحت لشخص معين تروح لشخص ثاني ويطلع ذاك الشخص, سواء كان امبوستر ولا يبغى يطلع عباطه. فسوابر مره رول رهيب. ان شاء الله تنبسطون بالمقطع هذا, وان شاء الله الشرح كان وافي وكافي. انبسطوا بالمقطع, لا تقصرون معنا باللايكات وشاهدونا. يعني راح يتكلم, انتبهوا. اوكي يلا تكلم. بسم الله. اقصد لا تقول وش الرول حقك. بسم الله. اوه امبوستر. اوه امبوستر. اوكي اوكي. اول شيء الله يشيك لي على السكن بوقي ورا نومي قبعه القش. طبعا الرول حقي ماني بقايله بس انه اقروني قدامكم. من اسمه واضح, يعني يبقى ابدل وقت التصويت, اقدر ابدل واقلب ام الموازين. تمام, فرولي مره قوي, مره 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 قوي. اول مره نجرب المود حماس منقطع النظير. الان بيه ترى اضفنا سالفه الاصوات, فهلا والله لعبه. هلا والله, هلا وسهلا. تعال بوريك شيء, بوريك شيء. تعال لا تكفى, لا تغدر فيني. تعال ما عليك الله يستر. اوكي 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 اوكي. ما هو الامبوستر. انت الاوفيسر عارف اكيد. انجينير, شو المقصد بهذا الرقم؟ اتوقع هذا عدد. انا ما شرحتكم الا لا. السلام عليكم يا ساتر. سلام. نوبوديز. اوكي طيب, مين اللي صوت؟ عادل. وش هذا؟ وش عندك عادل؟ وش هذا؟ شباب الظاهر ما صوت على شيء. الظاهر عادل مي. اوكي شكلك ما فقدت شيء. يعطيك العافيه عادل. شكلك عادل. اسمع, كيف دريت اني ماير؟ دقيقه, انت تصوت من بعيد. هذا الماير. اوه فقدت. ايه طيب سكوا. زي ما قلت لكم السوابر يا جماعه, اقدر زي ما شفت قبل شوي ابدل التصويتات. اذا حطوا على واحد اقدر اغيره, احط كل التصويتات اللي صوتوها لفلان حطها لواحد ثاني. انت اكدنا من اثنين لهم علاقه اللي هم عادل انه هو الماير, وعندك محمد لعبه. الله يستر الله يستر. ريال قتلت يا عيال, تعالوا شوفوا فوق. يلا يلا. وين انقتل؟ حسافه مساح. اقول اسمع, لا تصوت من بعيد بس. ها انتبه. اوكي اوسم. اهلا. هاي محمد من وين؟ دقيقه اصصر. ريان محمد كان معك؟ محمد كان معي دايم. ايه يا عيال والله اني شايفه داخل مدبي. كيف مدبي يا ابوي؟ انا في الكاميرا شايف داخل مدبي يا رجال. ما شفت زين. تنتبه على الكاميرا ولا على ولدك انت؟ لك ولدك مشغلك يا كلاش. محمد جيم امبوستر. يا اخي انت شف. ها شفت؟ دخل مو هو. طيب وشو؟ يمكن مبوستر زي نفسه. والله يمكن. اوه الله يرحمه. اوكي دقيقه, عادل جثه جديده. كان مواطن. اصبر خليه يتكلم. خل عادل يتكلم. تفضل عادل. كان مواطن والله, واضح انه محب للعمل. ايوه مقتول عند الكارد. عند الكارد. أيوة. عند الكارد خلصت. اسمع, انا بقول لك وين. انا كنت في الكهرب
حلو. رحت الكوميونيكيشن الكهرب. ايه دقيقة بسألكم، في شخصية تختفي؟ معلش السؤال غبي، بس في شخصية تختفي؟ لا 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 بس لا. اسمع عادل، ها الكهرب طفى وهو انقتل في الادمن صح؟ وقت ما ينطفى الكهرب ما ادري اصلا في واحد مصلح الكهرب اصلا وهو مو موجود. انا ها جيت بصلح الكهرب كيف فجأة ما حولي احد، جيت بصلح الكهرب فجأة قاعد يتصلح الحالة. ايه انا صلحته يا اخوي. كيف ما شفتك انت يا ابن حلاقة؟ اصلح من بعيد انا. يا عيال اطردوه 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 محمد جيم. محمد جيم جدير انا اللي صلحت اطردوه. ايه خالد يا عيال خالد يا اسمع، انا اهم شيء اني برا السالفة. اصبر عادل يا ابوي عادل، ترى احنا كنا مع بعض اذا ما تدري، وانت لحالك الوحيد اللي في العالم. عادل 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 محمد جيم من اليوم يفنت وانا الانجينير حلو، هو البوستر. كلاش انت كنت مع مين؟ كان معنا كلاش. انا يا ابوي احنا اربعه مع بعض. محمد جيم اربعه يا اخي صدق أربعة. كلاش كم قتلت انا؟ كلاش الا محمد جيم. هي ريان عاد ريان لا تصدق خالد تكفى. كلاش ها محمد جيم. لا يا ريان محمد جيم صدقني انا شايف. ليه ابي اعرف ليه؟ انا اعلمك ثق فيني وما عليك بعدها بعلمك. روح محمد جيم. انا ما قلت لكم نص الجيم انه محمد جيم. الا محمد واضحه كلاش انت ولدك ذات ترى بتطلعون. لا هو اصلا ما في الامبوستر واحد صح؟ ترى اذا ما طردت كلاش اصبر عادل مير كلاش كان عند الكاميرات، محمد جيم كان يفنت خالد قفطه، هو اللي صلح خالد. كلاش روح أنا يا عيال ريان هذا كذاب والله شكله كذاب. انا يا عيال انت عادل انت ثق فيني صح؟ ما ادري ترى ما شفت. روح محمد صدقوني روح محمد يا جماعه عادل صح كذا ما بعرف. شباب كلاش 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 وعادل صدقوني خالد ليش ما صوتت الحين؟ صدقوني محمد ليش ما صوتت؟ عادل خالد ليش توك تصوت؟ علمني انا بصوت على خالد. صوت محمد انا صوتت على خالد. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. ليه تتحاسب؟ تمام متأكد انه خالد انت الامبوستر؟ اوكي شباب يا عيال دقيقة يا عيال دقيقة فهموني وش السالفة الحين؟ يا اخي والله اني كنت بقتله قسم بالله، والله اني كنت بقتله محمد، والله اني كنت بقتله. ضف وجهك. ما قلت لك ولدك بيجيب فيك العيد. خالد شبون خالد هلا اسمع طوق خالد كلاش وينه يا عيال؟ كلاش وينه من جد؟ وين كلاش؟ اي شكله مقتول. تعب مقتول من مين؟ ما بقى احد اصلا. او ماي جاد يا عيال حرام عليكم. ثواني اشرح لكم السالفه شباب. انا عارف ان خالد ابغاكم تصوتون على محمد. ليش تصوتون على خالد؟ انا ابغاكم كلكم تصوتون على محمد وخالد معنا يصوت، اسوي سواب ونطلع خالد فعلا. وش السواب؟ انا اغير اصواتكم. صار العكس كلاش ليه؟ انا قلت لك ثق فيني عاد ثق فيني. حرام عليكم والله. اثنين اللي مصوتين على خالد تدري ليه؟ على خالد فجاه ايه لانهم مع بعض اليوم. عادل انت صوتك بصوتين صح؟ ايه صوت على محمد حرام عليك يا اخي. هذا فكره الصوابه. انا قاعد اقول ريان غريبه قاعد يعزز لي. ايه انا عززت لك لاني خلاص عارف ان انت القاتل. يلا بسم الله جيم الثاني ليتس جو. بسم الله. يا ساتر ايش هذا؟ اوكي ساتر. يلا بسم الله. طيب يا جماعه انا جاري الحين في الجيم الثاني الشرف ايش اسوي؟ الشرف اذا شكيت في امبوستر قدامي اروح اطلق عليه واسوي كل، اذا ما طلع هو الامبوستر ابموت انا. كيف؟ فلازم انتبه ومن جد اسمع باقوالهم كلهم. انا الشرف، انا الشرطي يعني زي اللي احمي المنطقه هذه. اسمع يا ابو فواز كيف انا بحكم اني يعني عمده ابعينك اللي هو نائبي، يحاول صار لي شيء فانت مؤهل تستخدم جميع صلاحياتي، ابيك تمشي معي انت البودي جارد حقي الحين. ازهلني اسمع. ها ازهلني بكسب هذا مبوستر يا اخوان. واضحه صريحه. اللي ما يعجبك يا خالد اشر لي عليه بس. نعم لو سمحت يا ريان ابعد ارجع شوي عننا. كذا انا المير حقكم. انت المير حقنا. اوكي انا ابو القاف حقي. المير وش سوي قلت لي؟ غيرت على اللي في الان باثنين اوكي صوتي عن صوتين واقدر اسوي ميتي قال الان. وانا اسوي ميتي. طب واذا قلت لك انا اذا قلت لك انا المير سوي ميتك. وين مهمتي؟ ما ادري انا الحق يا العمده. هلا والله. خلاص راح خلص مهامك. لا
الله ما يسلمك، بس ترى ما في راتب، لا تحاول. ما في مشكلة إلا إن كانك إمبوستر يعني. إلا لو كانك أنت إمبوستر فهذا. اللي ما يعجبك أشر لي عليه بس. هذا غدر. اللي ما يعجبك أشر لي عليه. بديت أخاف منك خلاص، روح ما أبي منك شيء خلاص. تعال وش. أطلق صراحك وسبيلك، روح ابعد خلاص. الموز تحسب حياتنا الموز سهلة. من وين جاء ذا؟ ما عجبك ذا؟ إيه ما عجبني، اذبحه إذا أنت إمبوستر. كفو يلا مشينا. الله انك رجال طيب انت يا موزة. انا والله حياتكم شباب. جميلة. سوينا كذا التحديات واغلبها يعني ما يا رجال ما في تحدي هنا لا تكذب. وخر وخر. طيب. اوبا. ولكن موزة افا. ولكن الموزة وش فيها؟ ممتازة. طيب. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. أوه. خالد محمد دامكم مع بعض. اي نعم. وينك وينكم طول الوقت مع بعض؟ بس ابغى الكلمه. اي لا اي طول الوقت. طول الوقت مع بعض. ممتاز. طيب. طول الوقت. حلو. انا كنت معهم بس داخل البنت انا. اوكي انت ما عليك خليك على جنب. طيب. كلاش انا شفتك، ريان شفتك، محمد وينك؟ محمد لعبه معهم في الالكتريكال مع شو اسمه مين؟ خالد ومحمد. مع خالد ومحمد تو داخل علي انا. لا لا انت قلت تلعب صحيح خالد ما لي دخل. صح نعم طبعا انا المير فتسمع. لا لا كان معنا كان معنا هو داخل عليكم. لا لا كان معنا معكم اوريدي من زمان. طيب وين مساركم خالد محمد فواز؟ محمد فواز شلون دخلتوا على الالكتريكال؟ من الكافيتيريا. ايوه كافيتيريا على ستوريج على الالكتريكال على طول. طيب ومحمد لعبه؟ جيت من الابر انجن من اخر مره تذكر يوم اقابلك الابر انجن، بعدين نزلت عند الكاميرات، بعدين نزلت على الالكتريكال. طيب محمد لعبه ومحمد فواز وخالد ما شفت الجثه؟ وين الجثه؟ وين؟ الجثه في ستوريج بس من الجانب الايمن يعني من الشيلد للستوريج مقتول هناك. احنا من الجانب الايمن احنا خالد ما هناك عادل جاء من يمين. اي هو الوحيد من يمين قبلنا معه بالكافيتيريا. هلا هلا تبي اقول لك الامبوستر مين؟ عطنا تحريات يلا بين مين؟ يلا انا اولا حلو. اضمن ريان 20 واضح انه فاهي في اللعب. شوف القلب اللي معه طبيعي تضمن. تمام كيوت كيوت عندك بكسب بكسب مبسوط بالفنت فنترك على جنب. واضح انه انجينير. ايوه وانا وياك كنا مع بعض. طيب فيا هو خالد يا هو محمد جيم يا هو محمد فواز. محمد جيم صح قال نشغل شيء فما ادري. محمد جيم ترى دائما اشوفه الحالة كل مره. ريان كيف ضمنت؟ طيب طيب اسمع انا اقول لك منه. تمام يا خالد يا محمد فواز مشكله انه مع بعض شلون مع بعض. ريان كيف ضمنت يا كلاش؟ ريان اللي هو اوسمس. اوسمس ريان 20. انت اوسمس لو سمحت. ريان 20 لانه من اليوم اشوفه في الكهرب الالكتريكال بعدين رايح الكهرب الثاني بعدين قاعد يسوي تحديات. مو بسبب معليش حنا نتمشى بعد. صادق طيب سكبوا ونشوف بعد شوي. ها طيب طب دقيقه خالد خلصتها. خالد هلا انت الماير الحين صح؟ نعم. طيب فواز لو سمحت اسم العمده كيف تضمن فواز؟ طيب بدي جارد حق من اليوم يمشي معي. اوكي صح. اوكي طيب شباب ترى بديت اشك تدرون مين؟ مو بكلاش اشك في ريان 20 انه هو اخي كانه جاي من تحت. اشك فيه والله اشك فيه. يلا تعال بدي جارد. بالله اي واحد يعترضني ابو فواز اقشع. بالله اي واحد يعترضني ابو فواز والله بالله اي واحد يعترضني ابو فواز. شكت اضحك انت اضحك على اضحك على العمدة. لا لا تغلط يا ويريا. لا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. الله انك يا شباب يا عيال يا عيال دي تشتغل ذبح سميه فطس. شوفوا قبعة الخش سقط جسر لوفي. خلي يتكلم ريان. تفضل ريان اليونكو. اولا اماكنكم. انا ابو فواز الكتريكال باب الكتريكال كوميونيكيشن. ايوه يا تصدقون احس الجثه معنا في الادمن. انا كنت معفك اخوان. اخر اثنين شفتهم في الادمن كانوا خالد ومحمد فواز. اختصر لكم الامبوستر محمد جيم وشكرا. من نصوت عليه الحين؟ طيب انا اقول انا بحكم اني مير اسكب انا فلا لا تسكبون بحكم اني مير ابى اطرد محمد فواز. ليه ليه يا عمري موظف عندي يا عمري تسرع بالقتل ولا اسمع اوامري. الله ياخذ ليتك يا خالد. والله شكله ارجل عنده بالتاريخ. اسمي الله عليك يا خالد.
قاعد تترول انت فيها علي. تستهبل يا خالد، حرام عليك. حرام عليك، كان مشيت ليلة ترولون. خالد ليش واو. ليش كذا؟ ليش يا وصخ؟ والله لو صورت على محمد جيم بعد على كلاش كان فزن. انا استغربت شلون جثة كانت في وين كانت؟ ايه جثة عادل. انا استغربت اسال خالد وفواز انتم مع بعض؟ ايه ضامنين بعض. شلون؟ خالد فككته ما ادري ليه. حرام عليك يا خالد، اقسم بالله فككته. يلا يلا قول بسم الله. لا دقيقة خليني أغير العنب ذا. يلا ابدأ ابدأ ابدأ. صراحة صراحة العنب 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 صراحة صراحة ما أعطاني أي مجال صغير يا عيال. العنب 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 العنب. طيب بوستر يلا يلا اثنين بوستر. لا حول ليه بوستر يا أخي. سبحان الله يا الله يا الله شو هذا؟ طيب الرول حقي رول عادي جدا، اني ايش اشلد الناس، ما في اي متعه في الموضوع. طبعا اذا جيت اعطي شيلد ما يبين لي انه هالشخص اللي اعطيته شيلد هل هو امبوستر ولا لا، ما يبين، اعطي وبس. وهل هو يبين عنده؟ الظاهر لا ما يدري، فما ما حد بيضمنني اني انا الميديك. حبيته والله. هلا والله هلا. واحد في الشات الله يستر عليه تعبان اعوذ بالله. هلا هل تسمح لي؟ تفضل خذ راحتك. خلاص يمكننا ريان يمكننا بوستر يصير والله يمكن حاجة. يمكن ما تدري ترى اي انت ايه يمكن. انا كنت افكر في الخطط هذه. اوكي طب اسمع اسمع تعال بكسب ريان شوي، عطنا برايفسي. تعال 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 ما بعطيه بعطيه بقول له شيء ريان ملقمك. ريان انقلع شوف اجحدها. ها ترى اعطيتك شيلد اجحدها. يا ملقوف يا ملقوف. تسوي هنا وش يبيني اضمنه؟ ما ودي احلف يا بكسب بس اضمني يا اخي. قهر سمعتني اي سمعت. بس في قتله صارت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين هي؟ الو الو دقيقه. ايوه صار قهر كنت بذبح ريان ويسوي الو الو الو. من اللي كان من اللي كان في الادمن؟ انا انا ما شفت البنت. بنت عادي عادي تصير عادي. انا 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 محمد سلم. تعال تعال تعال. انا عندي مشكله مع كفيل ذا موزة. انا ابعوض كل شيء صار. انا ما في خوف من كفيل ترى. ها تعال تعال العوض عندي. يلا يلا مش اسمع يا موزة، بحكم اني يعني غدرت بك المره بعوض بك الحين يا وري محمد. يا عيال يا عيال دقيقه دقيقه دقيقه. والله جزاك او ماي جاد. الله الرحمن الرحيم. يا سلام. السلام عليكم. خالد ما الشخص اللي كنت اثق فيه. صفتي العنب. اللي ما يطلع العنب حافظ عنه يقول الله الله. طيب بسالكم الحين الشرف اذا قتل شخص ثاني يموت هو؟ هو يموت هو يموت. ليه وش صار؟ لا يكون خالد تتفلسف. يمكن خالد تتفلسف. هذا هي القفطة. ليه كلاش وش صار؟ السالفة وما فيها أنا ما ودي أخون. حلو. أنا في شريك ما ودي أخونه. من هو؟ لكن القتلة قدامي. أيوة البنانة. لا استغفر الله. ليه البنانة مش فيه؟ هذا الشريك. وليه شريكي؟ كان شريك كان. طيب طيب كان. يلا عطنا كلاش اخلص. وقتله قدامي. مين مين الشخص؟ ما تلك ثالك تام. بالله طلعوه يا شباب طلعوه تكفون. مضط ون بيس الموزة. يا بوي دقيقة اصبر. يلا صوتوا علي. صوتوا علي. اوه شكل سوالف. والله جرنا جرنا. حلو حلو حلو. لا تكفى تكفى. حلو والله جرنا يا عيال. يلا صدق انه هو صوتين انا. رايك لك يا محمد. سويته عليه سويته عليه. سوي الكم كلاش. يا ربي شفت سالفه السوابر اللي كنت ابغى اسويها وعاندني كلاش راح صوت على خالد. انا ابغى صوت على محمد فواز. بعير بعير ما انسى بعير ما انسى. الحين قربته عليه هو يبغى يطلع محمد فواز. طلعت كلاش. يا الله. محمد فواز اجحدها. ترى انا الصوت الاخير اللي خليته يطلع. ايه بس ترى كنت انت البوستر. ها لا اشتاق. علمك من علوني. هاي كمات.
الله يستر دبل كل شله ابو قلب ذا امبوستر حبيب هذا كيوت شبه لا صدقني القياده هذه يكفي انه السمي هو من داخله وحش صدقني لا لا صدقني اللي من برا اللي يطق وسم تقسم بالله والله مين شتونك ما بعرف يلا دبل واحد اثنين ثلاثه والله بالشباب خربها بيسلمهم اللي كان وخر دبل كل وخر يسلم او في بنت مين 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 وين وين نلقاه وين يفنت وين وين يفنت مفروض اوبا محمد هلا والله محمد هلا والله ولا هلا والله ايش فيك ايش فيك ايه والله تروع يا محمد تروع والله انك تروع هلا شوفتك كون قطع صوتك ريان بس لا تذبحني يا اخي تعال عند الكاميرات اذا انت اذا انت ها يلا اشرف زين انت اوكي حلو حلو فواز محمد فواز يسار ناصيني محمد فواز الله يستر في واحد اسمه الله يستر لا شوفك تبي ريان 20 الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر اخي يخوفون والله يخوفون مسكرت فين الو الو يال يقلع امك تجمع فزع فزع وش سالفه واحد واحد الو يلا قلب كيف عرفتني الجديد يا شباب واضحه باقي هلا صدقني محمد فواز هو الاول الثاني مين محمد فواز هو الاول الثاني مين ما ادري الو لا ريال لا تقدر تكفى ريان ابعد وخر عنه يقطع صوتك ريال ودي ودي نساعدك بس يقطع صوتك مره احميك اصبر خاف تذبحني خاف اني اعطيتك وانت الغير معطي والله يقرا الله بسم الله وش ذا وين طلع هذا طلع من ما اضمن صراحه ما اضمن انا يا ربي خوف طب خلص تحديات خلص تحديات خلصت انا خلصت انا القاضي تعال تعال هنا تعال هنا اسمع اسمع روح امسك الكاميرا انا بمسك الكاميرات وانت امسك العاد ايش رايك يلا طق 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 هلو ما يطوعني قلبي اترك خلاص الفحص الكلي وش الفحص الكلي ذا يلا 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 انا بدور بسرعه هنا والله اسلم اسلم اقسم بالله اوكي ابوكي اوكي طلعت من البنت لقيتك قدامي على طول اوكي طيب وشو طيب وين اماكنكم ريان اسمز انا في الادمن طيب في الادمن من معك يا ريان في الادمن كان معي بكسب بس وجه راح ايه طلعت انا كنت انا مع اسمز بس عدلت صوتي في الذا وذا خلاص اتوقع الحين مضبوط صار ما يقطع صوتي الحين عشان لين قال لي اسمز ان صوتك ما يقطع طيب صح الكلام وانت موجود معايا يا رب انا ما ادري ما شفته والله بالادمن ريان يمكن جايني على الاله التصويت ما شفته والله طيب هو طيب حسام اوكي محمد ايه انا بالوبنز انك تخوف يا محمد انت خواف هاد سوي انا هو بجيم رجل حرفيا رجلي ورا رجلي من اول راوند يا عيال منو عليه انت لا 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 والراوند على محمد فواز ما في احد سس كان شوف انا سس على ريان 20 يا لا اسمعوني اسمعوني طيب صدق صدق ترى كان هبد صدق كان صدق لا لا انتم اللي يسمعوني يا اخوان الذبحات على واحد واحد معناته الامبوستر طالع وين طالع له السبك الكلاش لا 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 ما اتوقع لا لا ما اتوقع ليه؟ ليه؟ لو كان في الحين اثنين كان دبل وخلاص فازوا طيب الامبوستر اللي معك يا محمد فواز صراحه ما يذبح زين وشو وينك المحقق كلنا هذا بكسب صوتك بعيد قرب خانكت الافعى شو انت بيه تكلم شلون صوتك خان الافعى حلو وش حلو ما سمعنا ايش تقول يا اخي طيب يا الله اسمع اسمع عيال 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 سوابر راح صح يعني ما في احد يلعب بالحسبه صح سوابر هو كلاش ما هو بالامبوستر مستحيل يكون امبوستر وكلاش محمد فواز رماها على كلاش كلاش واضح انه سوابر انا اقول ان محمد فواز هو اول امبوستر طب اسمعني اسمعني ليش مو انا السوابر وبدلته بيني وبين كلاش لانه هو يبغاها هو كان ناوي كلاش يبدل طب طب خسر الله يسعدك طلع اي انا طلع انا اللي طلعته ترى قاعد تفضح نفسك يا محمد دقيقه سوابر شلون يعني انت سوابر ريان سوابر كلاش كلاش قلت انك طلعته انا طلعت صوتي اقصد صوتي الاخير اتوقع ان محمد فواز ما ادري ليه اتوقع ما ادري ليه انا اقول نسكب انت محمد جيم محمد لعبك لا لا نسكب بموت
طيب يا عيال ويني وين الجسه حرام عليكم. محمد فوز محمد فوز وش محمد فوز شكله ريان شكله ريان شكله ريان الحين كل واحد يفوزون لا ينفع الندم صح لسانك سترون الويل اقول يا الموزه الله يرحمنا شكله اسمع انا بزمن في البيت ريان 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 لا 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 اسمع اسمع ريان 20 اسمعني 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 بتذبحني بتذبحني ادري لا لا والله لا استغفر الله من الحلف تعال 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 استغفر الله استغفر الله اسمع انا الشرف الان علمني من اذبح ما ادري ما ادري شوف اتوقع محمد فوز اتوقع ايه ما ادري والله ادري اي واحد شوف اللي تشوفه مناسب روح اخاف ان انت تصف لا ما انا ما انا ما انا ما انا شوف شكله عادل او شكله عادل شكله عادل احس حسام يا اخي ما ادري فتك يا ربي الله يرحمنا الله يرحم ابا يحظه اي والله يحظه يعرف يزبط وين راح بسم الله وين ريان مسكين وين اختفى ريان ما اتوقع مسكين اتوقع انه سكين شباب يدبلونه وخلاص يلا محمد انت الانجينير يا محمد تسوي شيء يا اخي وش عادك اكلت مفك لا 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 عندي مفك ترى لا 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 اوبا يلا يلا اعطي واحد اعطي واحد خلينا نشوف ما ادري انا ما ادري والله ما اعرف والله تعال حسام 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 لا 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 مو بحسام صدقني مو بحسام من هو؟ فعلها وفند ما ادري والله تقتل واحد بتموت انت لو يصير ابو جيم لا ما هو ابو جيم القو جابو منو منو يا ريان منو عادل عادل الوسخ مسوي مجنون ليتس جو قايل لك عادل بكسب ماله دخل بكسب ماله دخل انا بريء يرحم امكم تفرقوا مسكين عادل مين عادل ما تعرف تذبح عادل مين يا عيال عادل مين تسوي بعض ما انا والله اني جبتها اقسم بالله يا اسطوره يا عيال انا قلت محمد فوز من بدايه وريان سالني قال انا الشرف مين اقتل قتل محمد اقتل عادل يا عمر يا عمر يا لعيب يا لعيب راكب موضوع تحت تعال دز ام امه يا عنب دز امه قلب علي الكلب ايوه نصص يلا بسم الله بالعنب بالعنب تريدم ليتس جو اخيرا امبوستر اخيرا واو وين محمد تثق فيني ثاني مره ولا لا والله هو يعني ابو جيم ابو جيم الطاير ها بنت الطاير لا لا اي والله محمد دايم بنتات محمد دايم بنتات يلا اقطع شكله كل شوي ذا بنت ايه ايه هذا لك سر يا خالد يا باستر باستر محمد دقم يا عيال يا عيال اصبر 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 بسرعة 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 ما طلع ازرق ما طلع ازرق يا اخوان اسمعوني اذبح طيب اذبح نسوي ميتك نسوي ميتك يلا ها يلا الانجينير ترى يطلع ازرق ايه الانجينير يطلع حول البنت ازرق ترى تعال شوف ازرق الله يخرب ابليسك على بالي حد مات انا اتوقع اي عيال يا عيال والله ما يا عيال صوتوا على عنب صوتوا عليه الا صوتوا عليه وشو وشو نسوي لا لا هذا المير حقنا الكم اللي راح انا مخاوي ابو جيم كله كل ما بنت يطلع اي يطلع ازرق يا عيال يا عيال بدايه يا اخوان صدقوني الموزه وش المره ذي طالع شباب شباب قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله طالع احمر قول لا اله الا الله طيب اسمع لا اله الا الله محمد مو معقول كل جيم شر انجينير الحين في واحد منا ما حد مات في واحد منا اكيد انجينير ترى محمد لعبه سوى بنت يا الانجينير يا الانجينير يا انك تفزع او انك لا تسكت باختصار تكلم يلا ها تكلم يا انجينير ما حد تكلم يا انجينير تكفى يعني عادي تبون عادي تكلم يعني برر برر انا انجينير انا انجينير خالد يا خالد خلاص خلاص صوت على محمد كيم شف اذا مو محمد يذبح لا 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 الشرف يذبح لا تصوتون خلي يذبحني الشرف يلا تعال يلا 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 ماني بذبح لا 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 شو اللي تحطون على الشرف والله بيجيكم هنا شباب المهم تعبوا نظامكم يا شيخ مو قد انا روح دبل دبل عليه مسكين اي ما له دخل المير مصوت عليه اكيد الامبوسترز الامبوسترز المير اتفاهم معه مهمات مهمات مين شرف الحين بيجي يقطع راسه يلا 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 ابعدوا ابعدوا يلا ابعد عنها اح ورايي انا ما اشوف شيء الو تمام بشوف شيء ما في ازرق يا عيال ما في ازرق يلا 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 وين الشرف يلا يلا اذبح يلا يا عمري رعيب يا رجال دقيقه يمكن البوسته طيب لا لا ما عليك امشي الله يقلعك الله يقلعك الله يقلعك
بسم الله عليك خفت عليك. انا ويني انا ذبحته ولا ما ذبحته؟ انا اذا مت ما لي دخل مو بن جديد. انا ما لي دخل بعد. انت مت من جديد يا وسخ خالد يا اخوان. في دث يمين في دث يمين في دث يمين يعني دث يمين والله يا صوت ريان ريان. من الشرف اللي ذبحته يا عيال عشان نظنه. انا الشرف. انا الشرف ما ذبحت احد. اسكت اسكت اسكت. طبعا هذا مقلب. لا اخر كلمات المرحوم كانت انا انجينير. الله يرحمه مسكين. انسان جميل. الله يرحمه والله مسكين. والله انا مسكين. طيب شباب شباب انا ما شفت شيء ترى. تسكرت بيبان. انا تسكرت يسار. انا ايه تسكر علي الباب يسار. وش صار عندكم يمين؟ اسمع انا والله انتظر الصوت على قولة ابو فواز. تهيض اوبا ابو افعى. نعم ما غير هذا كوينه. انا انت الافعى الوحيد. ما في شغل. انا الافعى مضمون ذبح الامبوستر. وانت عيال 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 وين القتله؟ عيال واحد قتله يا بوي. عندنا سلوم الوحيد اللي ما كان معنا باقي شافه. انا عندكم عرفت اني من الامبوستر يعني. يا عيال انا ما شفت شيء. انا كنت من عليك افعل 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 غصت مره خانكته. انا كنت تحت عند الباب ما شفت شيء. تم التصويت ما شفت يا بكسب. لو مشيت الليله كان مشيناها لك. لا بس انك تذبح او تقول ما شفته يا اخي. ما ذبحت احد. اصبر دقيقه. قل ما دريت. قل ما دريت. قل ما دريت مشيها. طيب انت واحد يرمي اتهام واحد يدافع عني. افعى كهرب البطاقه. ما شفت صراحه. حتى ما فتحت. معقوله يا شباب صراحه؟ معقوله هو الوحيد اللي مو معكم يعني؟ يا عيال اذا تبون لعب صاحي سكب. لأن ما في شيء واضح. للأسف الأفعى يعني. واضحة. طيب تبون توجيهي أنا؟ لا أنا إيه. والله توقعت الإجابة والله. يلا يا محمد. أوبو الشخص أنا. أوبو الله لا أطق اللي صوت على شو اسمه ذا. أبو صوتين وإمبوستر. أبو صوتين إمبوستر. هذا ما يرى الله يحفظك. اللي رجال يقول من صوت. يا اخي ايش تبي انت؟ الله يفتح. رجال يقول من صوت عليه. ريان تعال تعال. اوسم اوسم ريان. انت شفت قتله ولا وش؟ انا وين محشور يسار انا؟ انت تعال تبيك. ها يلا يلا. اضمني. انا والله ما اضمن احد ابدا يا بكسب. انا ابي اضمن احد الحين. لاني تذكر ايش قلت لك يا اوسمز؟ انا اذكر بس ما ادري. انا اصدق ولا ما اصدق؟ بجرب 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 الان. تعال يلا. تعال تعال تعال. كيف حالك الثعبان؟ تعال 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 تعال. شي شي زبن. شفت زبن؟ بعد شوي بعد شوي بعد شوي. شوف ضبط. ها طلق عليه. يا بعد شوي. ريانين. خلني اروح الجهة الثانية. السلام عليكم. هذا ثمنيل. وخر عادل. اجلس 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 في الجهة الثانية. خليك واقف. اي خليك خليك هنا. خليك هنا. انتم مبصر ولا ايش؟ طف الكهرب يا ولد. سلام عليك. عادل عادل وخر. طف الكهرب وش اللي وخر؟ اوكي خلاص خلاص. اوكي والله حد 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 لي حسام تكفى. خاف انك طيب. ها وين؟ وين؟ ما ادري عنه. ما ادري. هنا هنا. اخاف اموت. اوبا وش خالد؟ ايش تصدق ان انا وياك يا عيال. يا لا عارف امبوستر من الامبوسترين ويمكن يكون مع خويه. يوم كانوا في يصلحون السلم بات يوم طفت. ايوه يا رب. اسمع اسمع صوت اثنين يقول اصص. خلاص خلاص خله خله زينه. الحمد لله شكرا. الحمد لله شكرا. الحمد لله. شو وضعهم يا عيال؟ ما جاهم احد. لا تضغط الزر فوق الالكتريك بالضبط. تلوم لا تضغط زر الا وانت شايف يا بادي يا انك متاكد من جثه. يا عيال معلش بس انا ترى شفت اشياء يعني والكهرب طافي. وش كيف تشوف؟ في ناس. اصبر 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 يا اخوي. شوف في ناس في الكافيتيريا يبون يصورون ثمنيل. حلو. واحد دقيقة. انا اسمع يلا. انا كنت مع محمد. طيب يلا. واحد في نفس الطاولة. واحد على اليمين واحد على اليسار. كنا بنسوي سلطة فواكه. الكهرب طفى. يقول خلي خلي يا يال. انا يا يال انا محمد فواز كنا بنسوي ثمنيل الفواكه. الكهرب طفى. طيب كيف تشوف بعض؟ طيب اني انا مين بحشر؟ ايه لان انت كنت بوسط محمد فواز. قلت لك بعد ثاني قلت لك محمد فواز لا تتحرك. انا بعيد
يا اخوان معليش موضوع ثانوي هذا والله العظيم ولكن نسوي لي نبي تصويت من الاساس اعطيتكم السالفه ما قلت لكم مين بعد كان قلت لنا جوا اي صح منهم طيب نفس الاسم كلهم من اللي صوت عليه ما له دخل فيصل ما سلم ما له دخل ترى فيصل ما له دخل ترى والله ما له دخل طيب مين صوت عليه طيب نرجع موضوعنا نرجع موضوعنا ريان يلا يلا تعال 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 اصبر اصبر باقي باقي تحمل يتحمل بسم الله تعال محمد تعال تعال ياخذ من ثمنيل تعال تعال يا السعبان من عمك يا ذي الحقني فكوه عني من عمك فني عنك قصدي من عمك تعال تعال والله اني قفطت والله اني قفطت هو صح اوكي شو نسوي به ما خله 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 شو نسوي ما ادري عيال 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 تعالوا عيال تعالوا تعالوا لحقوني في جثه بعد تعالوا تعالوا لا حد يسوي اوكي ايوه لا يا خبط شباب الثعبان 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 قفطت الثعبان مسكت قفطت الثعبان طقيته طق شكل الثعبان خناكي حديته 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 لين خليته يعترف أيوة. يعني الشرف والشطه على عينه ممتاز طيب يعني البوستر الاول اصبر اصبر تمام الحين بكسب كان يقول لنا شرف وجلد ابو جيم ثم جيت انت تقول انا الشرف وجلدت بكسب شلون لا ما هو بكسب كذاب وقليل ادب اول يعطيكم العافيه على جهودكم طيب يا دقيقه دقيقه البوستر يقدر يقتل الشرف اي اكيد طبعا اي اي ما تشوفني يوم قتلت محمد جيم يا ذي المهم يا اخوانا جزاكم الله خير على المجهود اسكت اي والله يعطيكم العافيه يا ريان صوت وش فينا من صوت لك يا اخي ريان ما له دخل شيك وانت كارهين الكر طيب راح راح الاول ها باقي معك طلقه ولا لا ايفا باقي طلقات طلقات ما عليك من البزر اللي يسكر بيبان لا صيده طيب مين 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 انت مني اصفق لك ما ادري صراحه ما ادري انت مصور ثمنيلك انت بي اصفق لك بعد لا يا شيخ اخي شرف شرف ايش فيك يا ابوي وخر وخر تعال يلا شباب ما كنت الحين ما كنت شفت عصير عناب يا لا تجمعون خلهم ما قد شفت عصير عناب تعال 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 يا عنب يا حلو يا عنب يا حلو يلا راح يا عنب يا حلو اختفى اختفى تحت يا عينب يا حلو ريان وخر يا عينب يا عيال ما ودي اظلمه ما ودي اظلمه المشكله اني المشكله اني لابس حاط قلب وكذا مفروض كيوت يا عيال ريان يلحقني من اليوم يا عيال ريان يلحقني والله يا عيال الامبوستر وراي مع الامبوستر يلحقني تعالك لاش مش تبوه تعال 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 عطشان عطشان ترى بياك بياك عطشان بياكل اوكي ما تلحق عينب يا عيال وش ذا يا عيال والله اوفر تعرض للعنف من الفواكه بي سلوم مسوي بريء بزياده تعال والله ما ادري سلوم سلوم لا 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 واضح حبيب حبيب طيب مين الحين مين ثاني ما ادري يا اخي كلاش خواف خاف انه انت ريان اسم اسمع اقترح عليه واحد يذبحه اقترح عليه واحد اقترح اقترح وسويته طيب. وش اسمه اقترح عليه مره ثانيه يمكن تسلك يمكن تسلك لا مو تسلك ترى انا بموت تسوون يا اخوان بفكر خلنا نفكر شكله دبل كله الحين والله يستر ابلش ويلك انا مخنك والله كفو شفت المهمة هناك لك خالد صفر سبعة سبعة واحد فوق 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 يا ولد تعرفون يا عيال اشوف يلا والله متوقع بينا تبي بينا تبي ما ادري ايش يلا خالد خالد هلا حط عينك بعينك ما تقدر تذبحني مستوى قهرني يا وسمس قهرني شكله يلعب براسك يمكن هو فعلا بوستر الثاني كفو 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 انا انا اظن ابي واحد يشهد ما في احترام يا معلم يلا 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 راح سمس طلع بطقه طقه طقه يلا دبل دبل اخلص اخلص يلا يلا اخلص يلا عطى يلا ترى لا يا الله هي هي ضغطت على الكل بس ما قتل ما مت انا وات طيب وش السالفه الحين
ايه في واحد حاط له درع الظاهر ولا ابوي انت وخر عني وش تعال تعال ابقى العنب ذا بوري تقفي عليه دقيقه اصبر ليش ما ذبح خلنا ننتظر لين يذبح طيب ليش مستعجل والله بخلص تحديات يلا يلا بس اي واحد بيجيني بألف بكف اه كويس كيف ايش ترى بصير النظام اللي اي واحد يجيني بألف بكف عشان يعرفون ايش اختفوا الشباب وين راحوا والله اختفوا مره موضوع يخوف مره يخوف صدق بدون بالغه ريان وين اوكي هذا محمد ايش هو يا شباب خلصوا مهام تكفون يلا خلصوا مهام والله مالي خلق تكفون الامبوستر خالد ترى ريان ريانين انت ابوي وخر يا عيالي لحقني والله ريال لو ما تروح بلعبني عنبه واحده باكل سايكم سايف تراف كاتب خلص يلا يا عيال ابا يس اخيرا ذبحه والله اخيرا من جد ما ابغى يذبح طيب مسكين ريان هو ريان يا انه او انه شوف من كان مع ريان اخر شيء يا انه طفش وقرر يذبح وطلع عليه خطا ايه اكزاكتلي ولا انه مات او انه انشخط على رقبته مسكين ايوه فريان كان الشرف وقدامي ذبح بكسب يعني فعلا بكسب هو الامبوستر الاول الثاني هاجد مو قاعد يسوي شيء ابدا ريان الظاهر انه طلق على واحد ومات او انه فعلا امبوستر ذبحها فيلا اعطونا تحليلاتكم يا جماعه وين اماكنكم بعد تحليلاتي تقول انه كان امبوستر لا ما هو قصدي امبوستر ذبحها اي امبوستر ذبحها لو انه شرف كان اللي كان ناوي يذبح صوت عليه يوم طيب وين القتله اصلا اصبر قبل ما اقول القتله خالد وينك انا وخالد مع بعض انا بالالكتريكال طيب وعادل انا طلعت من الكوميونيكيشن رحت للادمن اصلح الاكسجين اوكي طيب وانا محمد وكلاش مع بعض تقريبا اخر شيء بس عاد والله بس ريا سلوم عشان تعرف بس عشان تحليلك الاول انه يتكلمون مع بعض معناته انه بوستر شف طلع مسكين ريا ما له دخل ترى يمكن كنت غسلت يمكن ايه شوفوا ترى ما توقع ان خالد لين الصدق انه انفرد بي انا وياه في الكوميونيكيشن في زاويه ما حد شايفها مره وخالد يثق فيني وانا اتوقع انه ما بين عادل وكلاش وسمس انا قاعد مع ريان طول الوقت فما اتوقع يعني ما عادي ما صارت قتله طول الوقت محمد ها شو وضعك والله يسرك الحال ممتاز الحمد لله دقيقه محمد ترى كان طالع من دبي اي يعني كان معنا الجثة يا طويل العمر سلامة عند الوبن بين الوبن والكافيتيريا يا الله حي الشباب الله يحييك والله هذا المجلس مبارك طيب شو الوضع يا عيال خلونا نكمل لنا ما بقى لنا امبوستر واحد ها ركزوا ها امبوستر واحد ان شاء الله لاني انا شايف بكسب قدامي مات طيب كبت انا سكبت سكبت ما له دخل ايش دخل ايه اولي اولي اندري مير يا خالد والله الموسم عندنا دقيقة عادل تعال يا اخي لا جاب العيد ظهر كلاش نزل صورة وهو بوستر ولا قديم ذا وين فيه في شات الكود كذاب شكله كان برسالة لحد ثاني ما ادري صح شوف الساعة 11:51 لا هذه جديدة يومنا مصورة ثمنيل هذا الراوند اللي قبله الراوند يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال اهل نظر كود شات كود يا الله نظر شات صور ثمنيل الفيبر قاعد يصور ثمنيل هو سالفه كلاش قاعد يتمر علي كلاش يا غبي ترك راسل الصوره راسل الصوره في كود ما ارسلته في الخاص داري شدوني شوفه يا اخي شفته صح قبضته شدوني شوفه يا عادل كان صور ثمنيل محمد تذكر الخطه ذيك اللي يا اخي شدوني شوف الصوره محمد الله لا يفشلنا اسمع محمد شوف خاصك بدون ما يسمع يا رجال ليش ما ادري بس صوت هذا يا محمد خاف محمد فواز سوابر ثم يحولها عاد حولها على مين المشكله على عادل قاتل قدامنا صدق على كيف معلش ترى انا توي استوعب والله مثل صوره يا حمار يا عيال عادل قاتل قدامي طيب يلا دقيقه
كلاش اخي الايك يا باهي يا كلاش يا باهي ايوه صورة ثانية بعد حقد علي كلاش ذبحني يا اخي الاي كيو يا ساتر